افروا لي الكاميرات، افروا الكاميرات. الله يعينك. هذا ابني، خلينا نصور، صور لي ابنها. هذا ابني ودي بالحشد ومخبر سري، مخبر سري، مخبر سري. لعنة الله على المخبر السري اللي يدمرها الناس. هاي يدخل للمخبر السري يعطونا فلوس، يقولوا له روح لجماعتك وخذهم زين، وياكل ويشرب وياك ووجه غداره زين، غداره بتجاره. ابني بالحشد وابني ثاني. انا بس انا ايش بيه ابنك؟ ابني بالحشد. بالحشد. وابني ثاني على العراق كمال الساعه. كمال الساعه. زين، وش سوى المخبر السري صديقه؟ قال له روحي فلان، قال له عنده حبوب، وراح خبر عليه هو صديقه. اعطوه فلوس كل 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 واحد، كل واحد يعطوه ورقه. المخبر السري تعطي الحكومه ورقه زين. شوف، وهاي انت هنا تجيك التاجي، التاجي بطل المي بألف دينار، التجاير اللي عندكم 25، يعني هاي فوق ماكو مظلومية، اكو ملايين ملايين تصرف، يعني الناس تصرف ملايين. اعطي 200 الف بالشهر، والخلق محمد نبي، ابني كله جرب حبوب ما يخليه يفوت زين، وابني بطل صار حق الدوته. ليش؟ احنا نطالب السيد مقتدى الصدر، نريد سيدة ابوه، ونطالب الكاظمي، ونطالب كل الجهات المعنية، نريد عفو كل الشباب ما عدا القاتل وما عدا الارهابي. والله بعد حجي احنا كقناة وكبرنامج وقفنا هنا مع بس اريد صوت رجاء. لا اقول لك احنا بس صوت. نقول خلي الحول المشكله انه ما يعني انا ما قاعد افهم شيء، وهاي حقهم اكو مظلوميه، الناس ما قاعد تستقبل قضيه انه كل من يسولف قصه، اكو مشكله عامة كبيرة، لكن لكل امرأة ولكل ام قصة مؤلمة جدا. فيفترض على السيد الكاظمي، انتهت ولايته ككو تجديد، هذا امر. لكن قبل ما تخرج من هذه الحكومة اجلس مع رئيس مجلس القضاء واجيب القضاة، خلي يصير اعادة محكومية او يكون اعادة تحقيق على الاقل. اكو مطلب للعفو العام، احنا مع الابرياء الارهابيين وتجار المخدرات لابد ان ياخذون طريق الاعدام، تمام، وليس حتى المؤبد، لكن احنا مع الابرياء.